يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نزل مطر غزير وعند صلاة المغرب توقف هذا المطر حتى صلى الناس فجمعوا العشاء معها، ثم بعد صلاتهم بنحو 10 دقائق عاد نزول المطر، سؤاله ما الأفضل في حقي؟ هل أجمع معهم وهل أنا آثم إذا جمعت؟ اجمع مع المسلمين ما دام جمعوا، اجمع معهم وقت نزول المطر الغزير، ما هو بالمطر الرذاذ أو الرش اليسير، لا، المطر الغزير الذي يبل الثياب، فإذا جمعوا فاجمع معهم. نعم.